قساستي رئيس الجماعة. ورؤساء المصالح الخارجية في وضع اللبنة الأولى لهذا الملعب الشرفي الجميل والذي يدعو إليه من خير ونماء، فنحن سعداء وباسم جمهور مدينة مكناس نحيي السيد عامل صاحب الجلالة على المجهودات المبذولة للنهوض بالرياضة وغيرها من القطاعات. نحيي كذلك السيد بنا لنعيش هذه اللحظة. مدينة مكناس تتشرف اليوم بهذا الحضور المتميز. سيد عز الدين اليعقوبي مشكور هذا الرجل على ما قدمه ويقدمه للرياضة بمدينة مكناس، الدكتور عز الدين اليعقوبي، و تذكار للسيد محمد جليلي رئيس عصبة فاس مكناس لكرة القدم. الكرة الرسمية للبطولة الوطنية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. لحظة للتاريخ
لحظة نعيشها بمشاعر النادي الرياضي المكناسي. فباسم جمهور مدينة مكناس نتقدم إلى كل من شرف النادي المكناسي بالحضور وبالمشاركة في هذا الحفل البهيج. وغدا إن شاء الله ستنطلق أول مقابلة على أرضية الملعب الشرفي. مشكورون كل يد امتدت لكي يرى النور هذا الملعب وهذا الفضاء الجميل. شكرا لسلطات مدينة مكناس ولرجال الأمن والوقاية المدنية والقوات المساعدة. توقيع من السيد عبد الله فوالو الرئيس السابق والبرلماني المناضل من أجل مدينة مكناس. السيد رئيس جماعة مكناس مولاي عباس مغاري هنيئاً لنا بكم. السيد رئيس جماعة المشور سينيا. السيدة النائبة عن جماعة المشور سينيا. الملك بمكناس لتسلم تذكار مرسي لفريق النادي الرياضي المكناسي من يد الدكتور عز الدين اليعقوبي رئيس مكانة الهدايا. سيد الوالي لن تنسي ما يقدمه رجال الامن الوطني خدمة للدرك الملكي. تسليم ديال الملعب الشرفي بمكناس، التسليم اللي جا من بعد واحد الاشغال اللي هي كبيره اللي دازت في هذا الملعب، المناسبه اولا ديال الصعود ديال النادي المكناسي، والجامعه دابت كل مره في اي فريق يصعد والا كتهيئ له ملعب اللي هو مشرف وخصوصا العشب الطبيعي. اذا اليوم كتشوفوا عشب طبيعي، كتشوفوا اناره اللي كتوصل 1550 لوجيكس، كتشوفوا مقاعد في المستوى، كتشوفوا قاعات نيغوسيال تاعهم اللي في وكذلك من الصحفيين وقاعات الندوات وقاعات التحرير، هذا كله كيهم الاخوان ديال الصحافه، كذلك المدرجات تم الاعاده ديالهم، وهادشي كله يدار في الملعب. غادي يمكن انه غدا غيكونوا الناس ديال لاكاف هنا في التيران باش يعطيونا الهومولوغاسيون تروازيام دوغري او تروازيام كاتيغوري باش يمكن هذا الملعب يتم فيه مقابلات ديال المنتخبات المغربيه اللي كتنافس في اطار الكونفدراليه، كذلك الفرق بطبيعه الحال اللي كتنافس في هذا المجال لا في لا شامبيونز ليغ ولا في لاكاف الا تستقبلها. اذا هذه جوهره كتزاد في الملاعب، وانا جد سعيد انني كنتواجد مدينه مكناس لان منذ خمس سنوات حضرت هنا لهذا الملعب وسلمناه بعشب اللي هو اصطناعي، فاليوم كنسلموه مواصفات كبيره. فهنيئا الناس ديال مكناس وهنيئا النادي المكناسي منتخب وطني فئات يعني من 20 ولتحت ممكن بالنسبه للفريق الكبير. انا تذكرنا مع السيد العامل ونخدموا في الجامعه على اساس انه تولي الحموله ديال الملعب كبيره يعني لو دوبل، وديك الساعه نكونوا سعداء يجي المنتخب الوطني مدينه. شكرا لك.